25 نوفمبر، عاشقة السينما ماري كوين، لبنانية جت مصر مع والدتها وأختها بعد وفاة والدها علشان تعيش مع خالتها المنتجة أسيا داغر. من صغرها كانت عاشقة للسينما وأبدعت فيها في مجالات مختلفة. مشوار كوين الفني ابتدى سنة 1929 من خلال التمثيل مع أسيا داغر في فيلم غادة الصحراء، وبعدها سنة 1931 كتبت كوين قصة وسيناريو وحوار لفيلم وخز الضمير، ده غير إنها مثلت فيه وعملت له المونتاج كمان. قدمت كوين خلال مسيرتها عدد من الأعمال سواء في التمثيل واللي وصل عددهم ل 22 فيلم زي الزوجة السابعة وفتاة متمردة، وفي الفيلم ده قامت كوين بالغنى. أما عن المونتاج فكانت كوين المونتير لست أفلام، منهم بنت الباشا المدير وزوجة بالنيابة. ولما نحب نتكلم عن الريادة لازم نتكلم عن الإنتاج واللي قدمته كوين في المجال ده، لأنها كانت أول واحدة تستورد معمل ألوان في الشرق الأوسط، وده اللي ساهم في تطور صناعة السينما، ده غير إنها أنشأت مع جوزها استوديو جلال وقامت بإنتاج 25 فيلم منهم أرزاق يا دنيا، إسماعيل ياسين في جنينة الحيوانات وغيرها من الأفلام.